السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قيس سعيد في زيارة أمس لمدينة الرديف وفي مناجم الفوسفات بالرديف ووسط غليان شعبي كبير: لن ننحني إلا لله رب العالمين ولم تنزل سورة في القرآن اسمها صندوق النقد الدولي. وفي مكالمة هاتفية جمعته اليوم بشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، سعيد يؤكد تونس لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، وتونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين. على أبواب توقيع مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، بنود الاتفاق الخفية ورسائل الطمأنة الشعبوية، أو كما يقول المثل الشعبي: ينهار الموت ينهار الكشفة. هل استجارت سلطة سعيد بالرمضاء من النار؟ وهل تظفر تونس الدكتاتورية بمساعدة أوروبية كانت تلكأت في منحها لتونس الديمقراطية؟ نناقش مواضيع وأسئلة حلقتنا مع ضيفي من لندن السيد علي بن عرفة الدبلوماسي السابق، ومن تونس الدكتور مراد العقوبي أستاذ التاريخ بالجامعة التونسية. أهلا وسهلا بكم يا سيد علي. مرحبا سي حسين. مرحبا بالدكتور. دكتور مراد مساء النور، أهلا وسهلا. مرحبا بكما بالصديق علي، وتحياتي لكل المتابعين. ضروري أعتقد نبدأ لو عندكم تعليق متعلق بالتدوينات أو تغريدات تويتر البارحة، حديث عن أنه مديرة الديوان الرئاسي المعزولة أو المستقيلة نادي عكاشة قد كذبت هذا الأمر بطبيعة الحال لم يصدر بيان رسمي، ولكن أعتقد أن الجميع ذهب وجعل نادي عكاشة هي المحور في حين تغاضوا عن مضمون التغريدات أو التويتات سيد علي. حتى نادي عكاشة نفسها لم تكذب ما ورد بالتويتر، تدوينات تويتر. هل من تعليق؟ نعم، هو عدم تكذيب هذه التدوينات من طرف نادي عكاشة خاصة على موقعها على الفيسبوك، أو عدم ظهورها إعلاميا سواء بالصوت أو بالصورة للتكذيب، هذا دليل على أنه هذه التدوينات هي حقيقية صدرت الآن. فالموضوع التشكيك هو حول هل أنها هي قامت بهذه التدوينات أم أنه هناك اختراق، بينما موضوع المضمون هذه التدوينات هو متداول منذ 25 جويلية في أغلبه، وبالتالي لا جديد فيها بالنسبة لأنصار يعني الشرعية، لأنه كان متداولا جدا العديد من هذه المعطيات التي ذكرت في هذه التدوينات. الجديد هو يعني نسبة هذه التدوينات إلى فاعل رئيسي في رئاسة الجمهورية في مسار 25 جويلية، هي تعتبر الشخصية الثانية بعد قيس سعيد في مسار 25 جويلية، كانت فاعلة رئيسة الديوان، كانت تحضر أهم المجالس خاصة مجلس الأمن القومي، وأهم المجالس كانت تحضر بجانب رئيس الجمهورية، تقريبا هي الشخصية الوحيدة من بين مسؤولي الدولة التي تحضر، وبالتالي هي فاعلة رئيسية في مسار 25 جويلية، وبالتالي الدائرة المغلقة المسؤولة عن السياسات الدولة هي من ضمنها، والشخصية الثانية هي نادي عكاشة. وبالتالي يعني كل ما ذكرته الآن أن يصدر منها فهو له قيمة كبيرة، وله يعني يمثل منعرج في مسار يعني 25 جويلية، لأنه هناك تصدع في جبهة 25 جويلية، وبالتالي ننتظر المزيد من يعني التوضيحات والمزيد من المعطيات التي سوف تبين دور قيس سعيد ودور 25 جويلية فيما آلت إليه الأوضاع في البلاد. وعلى كل حال نادي عكاشة في حد ذاتها ليست بريئة من هذه ما آلت إليه الأوضاع، وليست بريئة في تغاضيها عن الكثير من يعني الأحداث الخطيرة التي يعني تؤدي بها إلى الاتهام بالتآمر على أمن الدولة والتآمر على البلاد. ويعني هذه شخصية يعني للأسف الشديد
أن يصل مستوى يعني مسؤولية الدولة بعد 25 جويلية إلى هذا المستوى الذي تعبر عنه أمثال نادي عكاشة، بحيث لا تتحفظ على معطيات الدولة ولا تتحفظ على هذه المعطيات، بالإضافة إلى أنها كانت فاعلة رئيسية. نعم. تقريبا هي الشخصية الثانية بعد رئيس الدولة، هذه الشخصية التي الآن تبدو يعني مهتزة وتبدو يعني مرتبكة وتبدو غير مؤهلة لأن تتحمل مسؤوليتها، وأيضا توافق على بعض الأعمال التي فيها انتهاك للشرعية وفيها يعني للأسف الشديد جريمة كبرى أدت إلى مقتل حوالي 20,000 تونسي من مرضى الكورونا. هذه جريمة كبرى يعني كانت شاهدة عليها وربما يعني غضت الطرف عنها، وهذه جرائم يعني سوف تحاسب عنها وسوف يحاسب عنها كل من تورط فيها. دائما مع التنسيب دائما نذكر أنه في صورة ثبت هذا، ويبقى الأمر بطبيعة الحال ربما ضروري للنيابة العسكرية أن تفتح تحقيق عاجل في ذلك. دكتور مراد، ماذا عن توقيت ما سمي بتسريباتها نادي عكاشة؟ خليك في الحقيقة طبعا بإيجاز، في الواقع هو في ظرف كما هذا يعتبر كل توقيت يعني يمس من الوضع الحالي ل 25 جويلية ولقيس سعيد، فبالتالي لأن الأمور تسير باتجاه منحدر، يعني هناك هبوط متواصل، هناك مشاكل تتعاظم، يعني كل توقيت هو خطير وخطر بالنسبة لوضعية قيس سعيد ووضعية البلاد، خاصة من ناحية الاقتصادية ومشاكل كثيرة جدا تدل كلها على أنه هناك إخفاق واضح في إدارة أوضاع البلاد، خاصة الملفات التي تهم عامة الناس، وهذا بالفعل ما يهم عامة الناس، لأنه يعني المسائل الأخرى السياسية يتحدث فيها السياسيون، هنا نتحدث على توقيت اللي هو قاعد يضر ومعناه يزيد الضرر الذي يتعرض له قيس سعيد و25 جويلية بصفة عامة، ويضعفه في يعني في مسك السلطة بالبلاد، لا سيما تجاه يعني التقديرات الخارجية والتقييمات التي تراها ان هذا الوضع يعني منخرم جدا، تمس من احترامه ومن مكانته، لأنه الأنظمة في العادة دائما تحافظ على نوع من الصورة الإيجابية، فما حدث مع نادي عكاشة هو مس بتلك الصورة بصورة نعم. بشكل فظيع، وهذا إضعاف للسلطة في تقديري. لا توافقني الرأي دكتور مراد بأنه بغض النظر عن صدقية ما ورد بهذه التويتات، أن هذه التويتات المسربة أو المنشورة تذكر شيئا ثابتا، أن رأس السلطة في تونس لا يحسن تخير مساعديه، مدير الديوان وزير الداخلية الأسبق شريكاه الرئيسيان في العملية الانقلابية 25 جويلية 21 وكل مستشاريه، على الأقل كل ما ذكرت نادي عكاشة على فكرة هي الآن محكوم عليها بعام سنة ونصف سجنا. من قدمها للرأي العام؟ من أتى بها؟ أتى بها سعيد بعد أقل من سنتين ثلاث سنوات محالة بتهمة التآمر عن الدولة. هذا ما قلته تقريبا، يعني سياسة سعيد حتى قبل 25 جويلية، حتى قبل الانقلاب لم تكن مفلحة، يعني تقريبا كل الذين اختارهم لترأس الحكومة انقلبوا عليه ولم يعجبوه، يعني كل الذين جاء بهم إما فروا أو يعني هناك أشياء تتم في الخفاء لا يمكن أن يعني نحيط بها، ولكن من الواضح أن الكثيرين ينسحبون، فضلا عن أنه ظاهرة غريبة أنه كل من يدخل قرطاج يعني يا إما يستقيل ينسحب في صمت أو يهرب إلى الخارج. هذا طبعا هذا هو اللي قلت لك معناه نعبر عليه هنا بالإخفاق في إدارة وضع البلاد، طبعا هذيك اللي يهمنا أكثر من غيره، لأنه سعيد يختار من يشاء في، لأنه هو يفعل ما يشاء في البلاد حاليا، هو يختار من يشاء، ولكن يعني المسار الذي أو النتيجة لهذه الاختيارات تضعفه كثيرا وتعطي فكرة سلبية جدا عما يحدث داخل أسوار قرطاج، وبالتالي كما قلت تمس من تقييم العالم أو الداخل من قدرته على تسيير البلاد والتقدم بها أو حل مشاكلها على الأقل
على الأقل يعني المحافظة على الوضع الواقع الستاتيكو، على الأقل يحافظ عليه. أو على الأقل ربما نلمسه في تأكيد. نعم دكتور مراد، هو على الأقل لم يصل ربما إلى مرحلة حل المشاكل. هو الآن من خلال أرقام الهجرة غير النظامية المعترف بها أو حتى التي تصرح بها تونس نفسها الآن الرسمية، هو لم هذه الأرقام المرتفعة تعكس أو تشي بأمر واضح هو عدم قدرة الخطاب الرسمي على طمأنة الناس. رو يأتي هذا بعد 4 سنوات من عهده تقريبا 4 إلى 5، بعد سنتين قرابة سنتين من السلطة المطلقة، هو لم يقنع السلطة عندما لا تقنع مواطنيها هؤلاء الذين يلقون بأنفسهم للبحر. هذا جاء بدون برنامج سياسي، ولكن سيد علي يقول بعضهم هو جاء بدون برنامج، فإذا به وطبق برنامج ميدوني التي جاءت إلى السلطة بهذا البرنامج، ربما الآن بدأت بتنفيذه ونحن على أبواب توقيع مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة. لوموند قبل يوم يومين سي مراد سي دكتور سعلي، نشوف الصورة لوموند الفرنسية، لا الخبر الآخر أعتقد اللي فيه اليوروب سو موبيليز، نعم، أو أوروبا يعني تهب لنجدة تونس. لنجدة تونس أم لنجدة نفسها سيد علي؟ ما هو السؤال؟ صحيفة لوموند، أوروبا نعم تهب لنجدة تونس في تعليق على ما يتم العمل على توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة من أهم بنودها الآن المسربة، رغم يعني إنكار صعيد، هو سوف يتم توطين أو إعادة أو تهجير قسري للأفارقة المهاجرين غير النظاميين من أوروبا إلى تونس، وتحويل يعني تونس إلى حدود جنوبية لأوروبا. في الحقيقة يعني الاتحاد الأوروبي لديه مشكلة، يواجه مشكلة هي مشكلة الهجرة الغير شرعية أو غير نظامية، وبالتالي يبحث على حل لهذه المعضلة. هو غير معني يعني الوضع تونس مقلق بالنسبة إليه، ليس من جانب الحريات ولا الديمقراطية ولا على نظام انقلابي ولا كل ذلك، يعني هو في درجة ثانوية. الأساسي في وضع تونس في علاقة بالاتحاد الأوروبي هو هذه الاستقرار، بمعنى استقرار النظام، لأنه الوضع الاقتصادي المترهل وأيضا التهديد بالانهيار والإفلاس يهدد بعدم الاستقرار، وهو ما يؤدي في النهاية إلى هجرات غير نظامية يخشاه الاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا. ولذلك فإن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى يعني الحد الأدنى من الاستقرار، ضمان الحد الأدنى من الاستقرار في تونس، حتى لا يواجه مشكلة الهجرة الغير نظامية خاصة بالنسبة للأفارقة جنوب الصحراء. من جهة أخرى قيس سعيد يعني يجد في هذا الموضوع يعني مخرج من الأزمة التي يشهدها، لأنه هناك باب مغلق بالنسبة لصندوق النقد الدولي إلا بموافقة على شروط الصندوق، وقيس سعيد مدرك أن الموافقة على شروط صندوق النقد الدولي هو تقريبا إعلان لنهايته، لأنه سوف تقع يعني ردود أفعال اجتماعية غير لا تسمح له بالاستمرار، ومدرك جدا للأوضاع الاجتماعية التي يعيشها التونسيين، وبالتالي لا يستطيع أن يمضي في الموافقة على شروط صندوق النقد. ملجأه الوحيد هو هذه الاتفاقيات التي يمكن أن تمهد له الطريق للعبور إلى يعني القرض الذي يأمله من صندوق النقد الدولي. هذه الاتفاقيات يعني وإن كانت ستمنحه يعني بعض مليون دولار، يعني مليون يورو بالنسبة ل 100 مليون يورو، وكذلك 150 مليون يورو لتأمين الحدود ول يعني تطوير عمل حرس الحدود، كل ذلك يأتي في إطار يعني محاولة إنقاذ نظام قيس سعيد بالتحديد. وقيس سعيد للأسف الشديد أدى بأوضاع البلاد إلى هذه الوضعية الهشة التي جعل من تونس يعني المنطقة القابلة للابتزاز والقابلة لفرض الشروط من طرف إيطاليا ومن طرف يعني اليمين الشعبوي في أوروبا، بينما قضية المهاجرين الغير شرعيين
تونس ليس لها حدود على إفريقيا جنوب الصحراء، دول إفريقيا جنوب الصحراء، كل الوافدين يأتون إما من ليبيا أو من الجزائر، بينما هذه الاتفاقيات للاتحاد الأوروبي لا تفرض على الجزائر ولا تفرض على ليبيا، لأنه لا يمكن ولا يستطيعون فرض ذلك، لأن هناك اتفاقيات الغاز مع الجزائر والنفط مع ليبيا، وبالتالي المنطقة الرخوة والمنطقة القابلة للابتزاز هي المنطقة التي فيها انقلاب، هي المنطقة التي فيها ليس فيها ديمقراطية وليس فيها استقرار سياسي، ليس فيها التفاف شعبي حول الحكم، ليس فيها يعني وحدة وطنية، ولذلك يقع ابتزاز تونس للأسف الشديد في عهد قيس سعيد، ولا يملك قيس سعيد الخروج من الأزمة التي نعم. أدى بها أو أوصل تونس إليها إلا إلى هذه يعني الحلول التي هي مكلفة على تونس ومكلفة على مستقبلها واستقرارها. ذكرت نقطة مهمة، الاتفاقيات الدولية السابقة ماذا ستضيف هذه الاتفاقيات الثنائية عن الاتفاقيات الدولية سيدة علي؟ يعني هذه الاتفاقية التي يسعى إليها قيس سعيد سوف تمنحه يعني مثل الأكسجين، يعني تمنحه فرصة، يعني هم يعيدون ب 900 مليون يورو على كل حال، هذا في هذا إذا يعني وقع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. المشكلة هي هنا، وبالأمس يعني طار وزير الخارجية الإيطالي إلى أمريكا من أجل التسويق إلى الاتفاق الذي في الحقيقة لا نعلم عنه شيء إلا بعض المعطيات يعني المسربة هنا وهناك، لأن قيس سعيد يحكم في البلد دون مؤسسات، يحكم بمفرده، حتى أنه يجلس مع هؤلاء العتات القادمين من ممثلين الاتحاد الأوروبي وحيدا في غياب رئيسة الحكومة وفي غياب وزير الخارجية، وهو يعني هو الأمانة سيد علي ظهرت صورة حيث نطمئن إلى أنه نعم. يمتلك من الكفاءة ما يؤهله للتعاطي إيجابيا مع هؤلاء، ولكنه يعني للأسف الشديد يخوض في هذا الأمر وسياسيا ويدير شؤون الدولة وشؤون الدبلوماسية منفردا. وزير الخارجية الإيطالي عندما ذهب إلى الولايات المتحدة أراد أن يسوق لهذا الاتفاق واللقاء الأخير ونتائج اللقاء الأخير مع قيس سعيد، ولكن يبدو أن الأمريكان يعني غير مقتنعين بجدوى هذه المساعي، ولذلك عادوا إلى نقطة الصفر، بمعنى على قيس سعيد أن يقبل بشروط صندوق النقد الدولي، ليس هناك لدى الأمريكان مسار آخر غير هذا المسار. نعم، هو الأمانة أستاذ علي يعني دار حديث عن تغييب السيدة بودن، ولكن شخصيا بتصفحي لصفحة رئيس الجمهورية ظهرت السيدة بودن في إحدى الصور مع قيس سعيد وميلوني في الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية، ولكن يعني لم يكن طاغيا حضورها في اللقاءات مع ميلوني، ولكن في الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية هناك صورة، على الأقل صورة لرئيس الحكومة في ملف الأصل فيه هي المسؤولة باعتبارها رئيس الحكومة. سيد دكتور مراد، هو سعيد أكد اليوم على كونه البارح على الأقل فرديف أكد حاجتين البارح اليوم. البارح فرديف يقول كونه تونس لا يمكن، لا سمحني، مع اليوم في مكالمة فيه مع شارل ميشيل رئيس مجلس أوروبي قال تونس لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، وتونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكان للتوطين. هذا نقطة أكدها، والنقطة اللي قبلها اللي يقول كونه راه لم تنزل صورة في القرآن اسمها صندوق النقد الدولي. نرجع، ثم انتقادات كبيرة في الحقيقة لهذه الاتفاقية، تسرعها غياب الشفافية وغيره، ربما حتى العرض بتاع 100 مليون يورو هذا مبلغ زهيد، بعضهم قال أضعف من صفقة انتقال لاعب كرة قدم إلى فريق آخر. لكن كنشوف الصور على الأقل سعيد في صفاقة سيد مراد، وحكينا سابقا كنت معنا تقريبا منذ أسبوع أسبوعين، بعضهم يقول أنه ميلوني وسعيد استدرج اتحاد أوروبي نحو توقيع الاتفاقيات من خلال السماح أو إظهار الصور المشهدية متاع المهاجرين الأفارقة وهم يعبرون راجلين من القصرين من حدود غربا نحو صفاقس، تخويف أوروبا. وفي النهاية يقولك سعيد فرصة لينفذ أو على الأقل ينجح في فك عزلته. أليس من صالح أي رجل دولة ولا رجل أول في الدولة أن يوجد منفذ يقيه على الأقل شح ميزانيته الموشكة على الانهيار؟ والله أنا صراحة أخوي حسين
أنا لست أنصح قيس سعيد ولا يعنيني ينجح أم لا ينجح، معناه كشخص هذه مشكلته لا علاقة لي به، ولكن هذيك المسألة ليست شخصية معناها تجاه قيس سعيد، مشكلة أنه اللي يعمل فيه قيس سعيد لن يضر به نفسه، بل سيضر به البلاد إذا صح ما يقع تداوله في وسائل التواصل، حتى كيف نشوفه مثلا مارك روتا هو نفسه قار، فما اجتماع تحضيري للاتحاد الاوروبي وتم الاتفاق على حزمه من القرارات معناها في الاتجاه هذا، والتي لا تبعد كثير من الكلام اللي قاله ما يبعدش برشا عن اللي سمعناه في وسائل التواصل. وطبعا احنا كي ننظروا المشهد من بعيد شويه نعمل زوم اوت نلقاو انه الثلاثه اللي حضروا يجمع بيناتهم العداء لمناطقنا ولشعوبنا ولاحتقارهم وغيره. يمينية، حكومات مضطرفة يمينية. يعني حكومات يمينية، السويد وإيطاليا، ما هو مهم التوضيح، نعم. هم الاثنين الحزب الليبرالي أو حزب فراتيلي ديتاليا هذايا. المهم بالنسبة للحزب الليبرالي هذايا يعني قام في وقت من الأوقات حكومة أقلية لا محالة لم تلبث أن وقع حلها، ولكن كان شعارها هو يعني التخلص من المسلمين ومعاجمة المسلمين في هولندا، وحنا نعرف التيار هذا موجود، ولكن ثم تيار آخر معادي ليه وذاك اللي أفشغ الحكومة يشترك مع ميلوني بطبيعة الحال اللي هي معناها معروف النزعة هذه نتاعها، ماناش نحكيو على برنامجها الانتخابي الكل، لكن نتحدث خاصة على البرنامج اللي يهم المهاجرين. من الحاجات اللي تتذكر على ميلوني هذه أنها تدعو إلى معاقبة السفن التي تسعف مهاجرين في البحر بمنعها من الرسو على المواني الإيطالية. يظهر لي مثلا مش حاجة أكثر من هيك، يعني حتى إسعافهم لا يجوز. سيد مراد هناك تخطى العاجز الصوت، اسمح لي سيد مراد. لو كانت تلقى وصدقت في يوم انا هذه الجرائم هذه تمت لمحاله تجاه بعض سكان افريقيا المهاجرين، نعرفوا قضايا كبيره صارت ضد فرنسا، اشخاص رموهم في عرض الاطلسي في عرض الاطلسي، وبالتالي معناها يعني تعتبر فضيحه كبيره جدا. الشعوب هذه والانظمه هذه لا علاقه لها لا بحقوق انسان ولا غيره، والشخص هذايا مثلا كما مارك روتا هذايا ايش يسميهم المسلمين عنده هو معناه يسميهم الغرباء، يعني مواطنين عندهم حتى عشرات السنين بالنسبه لي هو الغرباء، وديما يعتبرهم فشلوا في الاندماج. اذا شخصيات كيما هذه يمينيه كيف تخلط عليها فاندرلاين هذه يكفي بالنسبه لفاندرلاين نقول اسمعوا كلامها في الاحتفال بمناسبه قيام الكيان الصهيوني، كيف تسمعوا تو تفهموا شكون فاندرلاين هذه. إذا هذا التقاء اليمين، التقاء يعني رافض العرب والمسلمين وكل الشعوب غير الأوروبية، هذوما ناس متمركزين على رواحهم، لا يؤمنون بغير مصالحهم، وبالتالي يعني كيف يجيوا لتونس، وحتى الكلام مضحك اللي قالته فاندرلاين، لأنها تتحدث على مد أسلاك خطوط يعني أسلاك لتصدير النفط إلى عفوا الكهرباء وتصدير النفط وتصدير الغاز وغيره. هذه مشاريع تتطلب على الاقل 10 سنين، والوعود قالت نعدوا وما زال الكل قالوا في الحقيقه بتقديم 900 مليون اورو يعني قرابه مليار نعدوا بها اضافه لل 150 اللي هي نعرفوا اللي هي تقليديه معناها من قبل القاعده تتعطى، لانه اوروبا 900 مليون يورو 3000 مليار سي مراد. نعم اي هما وعدوا بذلك. تذكر انه الاوروبيين في الحقيقه منذ الثورة منذ 2011 أكثر من تونس يعني مساعدات، وبالتالي كيف نقارنوا المساعدات هذه بالمساعدات الحالية نلقاو أنه يعني ثم نتيجة تبرز لل يعني دكتور مراد اعذرني هناك تقطعات، اسمح لي هناك تقطعات في الصوت سي مراد إن كنت في الاستماع، هناك تقطعات في الصوت نحاول معالجة الصوت، لا يمكن مواصلة سي مراد لأنه هناك تقطعات، نواصل الفكرة لو ممكن نعيد الاتصال بسي مراد حتى تكون الصورة أوضح. سي علي أولا نذكر بحاجة، هو الأوروبيين عادة إذا
صدقوا وعودهم، لان تعرف ان السي علي دبلوماسي وكنت سفير ما بعد الثوره وعدوا برشا التوانسه، اتى منها القليل فقط. وحتى اذا ساعدت اوروبا يعطوا قروض راه ما يعطوهمش حب، يعطوهم اما في شكل استشارات تعود او يعود اغلبها هناك، يبقى هناك يعد بمساعدات ياخذوها مستشارين من هناك، او يحركوا بها الخرده نتاعهم، لان هم مش يعطوها مساعدات لوجستيه. يعني في النهايه راهي ماهيش عمله ستضخ ولا باش يعملوا فيها في تونس على الاقل تنقض بها ميزانيه، هي المساعدات هذه اللوجستيه في الاغلب هي لحمايتها. لكن سي علي انا نشوف الصوره الان لو مروها، سعيد عنده برشا على الحضن هذا، تقريبا عنده عامين من كان يحضن في ابناء قاصرين وسيدي بوزيد وقفصه اللي جوه راجلين على ساقيه، حضنهم وقتها ومحبه وسعاده خام في الاخر اول ما تمكن بالسلطه، هذه حقيقه مش نغلطوا، شد القانون 38 قال لهم هذا ما عنده حتى معنى. الان يعود لحضن الافارقه، قبل اشهر قليله قال سيغيرون التركيبه الديموغرافيه لتونس. تغير مواقف من الذي يحصل، نحب نفهمه. يعني للاسف الشديد رئيس الجمهوريه قيس سعيد منذ ان خاض الانتخابات وهو يعني اعطى صوره على ادائه بانه مخادع في الحقيقه، وهذا قد لا يبدو بالنسبه للمتابعين السياسيين لانه شخصيه غير معروفه وجديده على الساحه السياسيه، ولذلك تم انتخابه على يعني انطباعات لدى الناس انه من خارج الطبقه السياسيه، لانه كان هناك غضب على النخبه السياسيه وادائها بعد الثوره، وبالتالي كان هناك اعتقاد انه الرجل يعني قد لا يكون لديه مساوئ ما هو متعارف عليه لدى النخبه السياسيه على الاقل او البعض منها. ولكن الكثير من الخداع والكثير من الكذب للاسف الشديد واقولها، يعني بدا عليها شخصيه قيس سعيد بحيث الذهاب الى المساجد وبعد ذلك تقريبا انتهى هذا الامر، ثم يعني استقبال الشباب يعني والتعاطف معهم وتقريبا يعني ادى دوره هذه الصوره وانتهت، والان بعد ان يعني اساء الى الافارقه الان يحتضنهم. يعني للاسف الشديد لا يمكن اخذ مواقف قيس سعيد ويعني ادائه المسرحي هذا ماخذ الجديه، حتى ما يقوله على هذا الاتفاق بانه يعني خطاباته المعلنه بانه لن يكون حارسا لاوروبا وان تونس لن تكون يعني حارسه لاوروبا ولن تخضع لصندوق النقد الدولي، وكله هذه في الحقيقه شعارات شعبويه سوف يمضي وسوف يعني سوف اذا كانت هذه الاتفاقيات يعني تم الاتفاق عليها فانه جوهرها ومضمونها هو ان يكون قيس سعيد حارسا لحدود اوروبا، ليس لها اي دور اخر. كل هذه المساعدات انما هي للتنفيس على نظام قيس سعيد حتى يستمر، ولماذا يستمر؟ لاداء هذا الدور الذي تريده اوروبا من تونس بغض النظر عن ارتداداته وانعكاساته على الوضع في البلاد، لانه قيس سعيد لا يعنيه الا وضعه الشخصي. بدليل انه ما آلت اليه الاوضاع في تونس اليوم، بحيث المهم انه يستمر في موقع رئاسه الجمهوريه، والاوضاع المجريه والمترديه التي تعيشها البلاد يكاد يكون الرجل غير معني بها تماما. ولذلك لا يمكن يعني تصديق كل ما يقوله، انما هي شعارات للتسويق. ولذلك تجد انه صفحه رئاسه الجمهوريه اليوم تتحدث على رئيس الجمهوريه ومواقفه تقريبا في حديث هاتفي مع شخصيه اوروبيه، يعني رئيس المجلس الاوروبي فقط. نعم رئيس المجلس الاوروبي. نعم رئيس المجلس الاوروبي، شكرا. يعني نقلت فقط حديث قيس سعيد ولم تنقل لنا ماذا يقوله رئيس المجلس الاوروبي، ثم انه حديث قيس سعيد كله تقريبا شعارات، يتحدث عن السياده ويتحدث على انه لن تكون يعني حارسا للحدود الاوروبيه، ومع ذلك اقول بانه يعني انكشف قيس سعيد خطاباته مزيفه وخطاباته ليست لها مصداقيه. هو الرجل يعني يجدد العهد بالقران، انت يا سيدي قسمت على القران ويعني حنثت باليمين ودست على الشرعيه واقسمت على الحفاظ على الدستور ولم تحافظ على الدستور، وبالتالي يعني الاستنجاد بالقران في كل مره
هذا لم يعد ينطلي ولم يعد له التأثير الذي كان في البداية، لأنه عبر قيس سعيد إلى نفوس التونسيين من هذا الباب، ارتياد المساجد، الاستشهاد بالقرآن، يعني كل هذه المعطيات يعني أعطت انطباعا أن الرجل هو عمر بن الخطاب بالعصر الحديث. ولكن انكشف هذا الزيف وانكشفت خطابات هذه يعني لم تعد تنطلي. نعم سي مراد، نذكر أنه وكالة التصنيف الدولية فيتش هذه قامت بالحط من تصنيف تونس، وصلنا سا 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 سلبي. في وضعية كهذه، وتعرف ليس خفيا، هو عزلة داخلية، خارجيا يعني رغم كل حديث واضح أنه بقي يقولوا إحنا في الكوان، فقط قالوا المنفذ هذا متاع الحكومة الإيطالية. يقول لك ربما سعيد رغم كل هذا نجح إلى حد ما، أو على الأقل يتوهم يتصور أنه هالاتفاق هذا باش يخرج الميزانية متاعه. تعرف أنه صندوق النقد الدولي موجودة في الفرضية، بنيت القانون المالي 23 على فرضية صندوق النقد الدولي. إذا كان ما عملش اتفاقية هذه باش يسرع ويقنع صندوق النقد الدولي مش يمر الإفلاس، بالتالي آخر نقطة يعني ورقة ليه، وبالتالي مفروض عليه باش يمشي، وبالتالي يقدم كما قدموا له وعود، يقدم هو وعود المهم يحصل على قرض صندوق النقد الدولي المأمول. أخ حسين، صندوق النقد الدولي راه في نهاية الأمر بنك كل البنوك، هو أولا ساعه ماهوش معناها غير عادي لأنه تشترك فيه كل الدول الراغبة في ذلك المنتمية للمنتظم الأممي، وبالتالي هو بنك يتعامل بالأموال ويريد ضمان استرجاع أمواله مثل ما أي بنك يحصل على عقارات أو غيرها كرهون للحفاظ على مصالحه. وبالتالي هالبنك هذايا فما جانب سياسي اللي هو ضعيف في الحقيقة، وهذه إشارة للمعارضتنا الكل، لأننا نحن باعتباري أنا انتمي للمعارضة، معناها مانيش ناصح فقط، إشارة لنا أن الدول هذه لا تعنيها إلا مصالح أوطانها، والكلهم يفكروا كان في أنفسهم وفي دولهم وفي مشاكلهم. هذه إشارة أن المعارضة وكل ما يعني تستند أو تنتظر أن يساهم الخارج في إعانتها فهي مخطئة، وأثبت ثابت تاريخيا أن يعني الأنظمة لا تتغير إلا من الداخل، إما بثورات شعبية أو بأزمات كبيرة أو بقبول الملوك كما كان سابقا، لابليكاسيون يسميوها، بالتنحي. هذا ما هوش ممكن تويك. وبالتالي هذه رسالة ساعة للمعارضة بتاعنا لنا أحنا الكل، اللي نعتبره أنه ما حدث مع قيس سعيد هو انقلاب، وهو انقلاب على الدستور على القانون، وهناك تنكيل بالمؤسسات الموجودة. لكن على ذكر المؤسسات أشير إلى أنه توقت نحكي وكلنا نقول والله الشعب على خاطر الصلاة وعلى خاطر يعمل هذا، لأنه المفروض لا يقع تقييم الحاكم بنتيجة علاقته بالله فقط. صحيح نتيجة علاقته بالله قد توحي بشيء ما، ولكن مدام ليست هناك مؤسسات تعبر عن تاريخ وغيرها. والإشكال الأكبر أنه فما ناس كانت تعرف قيس سعيد توا ولا تتكلم وتقول به وعليه وكان ينتمي وكان كذا، كلهم صمتوا تماما. يعني هناك مسؤولية كبيرة لأطراف أخرى في هذا الوضع، معناه طبعا إلى جانب مسؤولية عدد من البرلمانيين الذين يعني رذلوا البرلمان، إلى جانب بعض المظاهر من يعني تغيير الأوضاع السياسية أو التحالفات أو غيرها، مما أضعف مصداقية العمل السياسي وعمل الإعلام على تكبير ذلك وتضخيمه. هذه كلها أسباب يعني تؤدي إلى ما حدث. اللي ما حدث اليوم ما يحكموش فقط يعني النوايا. البنك الدولي بالنسبة ليه هناك إصلاحات أو هناك تغييرات أو هناك إجراءات، ما نقولش إصلاحات، يجب أن يقام بها من أجل ضمان أن تتقدم البلاد ولا تعجز عن يعني سداد ديونها. الإشكال أنه ما قدم اليوم من قبل الاتحاد الأوروبي لا يمثل شيئا تقريبا بالنسبة لما تنتظره البلاد. يعني ثم حاجات ما هيش معقولة. وبالتالي كيف نربطوا احنا الحدث اللي صار هذا فضلا عن الخطر السياسي اللي مثله، واللي معناها أنا مريت حتى حد الآن موافق عليه، حتى قيس سعيد نفسه مش موافق عليه، قال لنتحول إلى
يعني ملجأ إلى المهاجرين. والحال أن واحدة ميلوني معناها تتبنى تقريبا كل كتابات كاميو، طبعا مش ألبير كاميو الروائي اللي متوفي عند مده، لكن كاميو هذا هو واحد يميني كتب كتابا يتحدث فيه على الانتقال الكبير او ديبلاسمون، يعني التحول الكبير او كبير. فتتبنى هذه الاراء وهذه القرارات، وهي تدعو الى اخراج الناس هذوما من دولهم والى منعهم من القدوم. ويجي معناها مارك هذايا اللي هو رئيس الوزراء الهولندي الحالي ويقول راهي يثني على زيارات ميلوني الاولى، ويقول راهي الزياره ذي حقت الكثير، وراه في اجتماعنا في لوكسمبورغ رانا معناها اتفقنا مع تونس على مقرر يتحدث عن هذه الامور. الاشكال اللي تثار هنا هو كيف تتعامل السلطه القائمه الان مع التونسيين. هو هناك نوع من الاحتقار، من عدم الاحترام للتونسي. يا اخي هذا امر يهمني انا نعيش في البلاد هذه، كيفاش باش يكون مصيرك، كيفاش يكون مستقبلها، وهو ما يؤدي الى ان الناس تعيس من النظام القائم وتفر خارج البلاد. ونقول لك راهو بصفه عامه مقياس اساسي في الفشل السياسي ان تجد دوله يهرب منها السكان، اما لحرب او لازمه اقتصاديه او لازمات عرقيه. كلما وجدت فرارا من البلاد فاعلم انها يعني تنحدر في هاويه. عمرك ما تلقى دوله ناجحه يخرج اهلها الا للسياحه او للتسوق او لاي شيء اخر. ولكن اذا كان على هذا المستوى سيد مراد اكثر منطقنا يعطيك الصحه، راهو الارقام قياسيه في الهروب. طبعا ارقام قياسيه، معناها ارقام بلاي. على ذكر الارقام القياسيه انا نقول لك علاش ايطاليا هي الاكثر حرصا على التخلص من الواحد. طبعا هناك ارتباط بمسارها وب يعني برنامجها الحزبي اللي قدمته منذ اكتوبر 22، واللي هي برنامج ولازم نذكروا الجانب الاجتماعي والعائله والجي بي تي والحكايات هذيك الكل ما تهمناش احنا، لكن يهمنا الازمه الاقتصاديه. لازم نعرفوا اللي ايطاليا هي الدوله الثانيه تداينا في اوروبا بعد اليونان، بالتالي هي دوله تعيش ازمه خانقه، واللي كان ما تحلهاش بطريقه او باخرى، وإذا كان ما تستعملش يعني الخطاب الشعبوي من أجل ضمان التفاف شعبي حولها، لأنه حزبه في نهاية الأمر حاصل تقريبا على 25% من البرلمان، ثم يعني بتحالفات اللي عقدتها وصل 43% حاليا. دونك هي قاعدة تتقوى، تريد أن تحافظ على ذلك الوضع عفوا، لأن الوضع الداخلي لإيطاليا متعب جدا، وبالتالي تبحث عن مخرج. نحن لا نريد أن تكون بلادنا مخرج لغيرنا، تحل مشاكلها عندها هي حرة، ولكن تعمل بريكسيت كما قالت ليكزيتاليا، معناها نتاعها هي ما قررش تعمل نظام كونفدرالي. ولكن هذه مشاكلهم، لا يمكن أن يقبل أي تونسي، ولا ما نتصورش أنا، فماش واحد يقبل أنه هو يتحمل أزمات غيره، خاصة وأنه لا وجود لإعانات. راهو اللي يطمع في معناها في عطايا هكذا، راه السياسه ما تمشيش هكاك لا في العالم ولا في الداخل، ولا نعم. حتى في سياسات الجمعيات او حتى سياسات العائليه تقوم على توازنات، على ما تجيش انه كما سمعت بعض الاعلاميين، والله امر يضحك، قالت لك الصين تموت على تونس، تحب تونس. عمرنا ما سمعنا بعلاقه حب بين دولتين، معناها اصبحت الناس هذه ناس تدعي انها مؤثره في يعني في يعني في عامة الناس وتحكي بالطريقه هذه، وبعد باش تولي البريكسيت تحبنا، معناها تحولنا الى لبنى الدول او واحنا من صغرنا. استاذ رئيس يتفرج في رايونه الدنيا ما تجيش، استاذ رئيس يتفرج في رايونه في صغره. لا يتفرج في الفعل، سامحني حسين، يا سي حسين راك تتفرج في رايونه، وخاصه في شو اسمه هذيك راي 24، معناها فيها تقارير وبرامج يجيبوا فيها خاصه في اخر الليل، يعطيوا في المشاكل نتاع البلاد، تقول هذوما شو مجايبهم لنا. لكن هناك نوع من التعاطي، هناك مؤسسات تنقذ وتتعاون وغيرها، وهناك حياه ديمقراطيه تضمن الانتقال السلمي وما نعم. الى ذلك. اذا كان هذا مش موجود يصبح نصبح رعايا، واللي كان اصبحنا رعايا لا خير فينا، معناها الناس هذه انا واحد من الناس نعتبر روحي نهار تكون رعيه
ونحن تقريبا رعايا، اذا كان ما ثماش سلطات واضحه ومؤسسات حاميه نتحول الى رعايا، وهذا ما يساعد حتى حد. للاسف هو التحكيم دكتور مراد على فرار التوانسه وهروب التوانسه والارقام القياسيه نتاع الهجره عكس او على الاقل تشيء بفشل الخطاب الرسمي في طمانه التوانسه، ليس فقط على تاكد انه قادر على معالجه الاوضاع الاجتماعيه وما عطاش مش قادر باش يعطي خطاب طمانه يخلي التوانسه يبقوا يلقون بانفسهم في البحر، يبقى ثم تصحيح مسار وراه ثم سعود شاهق، لا يرمي روحه في البحر. التونسي ذكي، تصور التونسي يخلي الجنه ويمشي البحر، هو ما نتصورش. سي علي وسي مراد، تعرف 25 جويلية 21 قامت على سردية التفويض، كنشوفوا رأساء أو ظل عال الانقلاب، وزير الداخلية المخلوع ولا المستقيل، مدير ديوان المستقيلة ولا المخلوعة، مستشارو سعيد اللي يهربوا، حزام سعيد الذي تلاشى، أين مولاته؟ شكون قالوا؟ قاتلوا بعض الأسماء الجايبة الصفر. لكن الجديد جديد الآن هو أن تكتسح، أو في الأغنية الشبابية الراب الآن واللي مضمونها هو يحكي ذو وضع عنده مضمون سياسي فاضح لما آلت إليه الأوضاع بعد 4 سنوات من عهد سعيد. نسمعه الراب الشباب التونسي، هذا الشباب الذي حدثنا عنه كثيرا سعيد، يقول عندهم برامج وعندهم حلول، هم أصحاب الحلول، هم أصحاب البرامج، هم أصحاب الفكر. نسمعهم ونرجع لله. سنواصل معا إن شاء الله بفضل هذه الإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين، سنواصل بناء تونس حتى تعود تونس كما كانت، كما كانت وأفضل. قيس سعيد اي تسمع فيا، اهبط للشارع وشوف اليوم كيفاش الوضعية، اهبط للشارع بالرسمي مش تصويرة بإكسبريس، هوني الجوع باردو قريب تاكل بعضها الناس. اسكو في بالك اللزت مقطوع، السكر زادة مقطوع، الحليب مقطوع وشعبك ميت بالجوع، صغار تبكي بالدموع وما تبكي بالدموع، واللي ركب شقف الموت اختار يمشي بلاش رجوع. بلاد بلاد حرقت خاطر ما لقاتش دواء، واللي مات دفنوه في مقبرة الغرباء، قداش منهم هزت يديها للسماء، تدعي الله ليربحكم ربي يقبل الدعاء. برشا كلام تسمع كان بلا بلا، حب وفعل فرض الواقع مش كلام في الهواء، اليوم وصلنا للحضيض حتى الخبز ما فماش، اللي عنده واللي ما عندوش السوزي باتو بلاش، انت السبب ولا غيرك ما يهمنيش، حطيت صبعي في الاحبار وانت خبتك باش نعيش، الشعب اللي وقف معاك كي بدلت الدستور اليوم تحت خط الفقر وعايش في. اهلا بيك سعلي، اهم شعار سياسي خطاب سياسي بلا بلا بلا، نحب الانجاز، عندما يصل هذا نجد هذا المضمون في الاغنية الشبابية الراب، واضح اعتقد هي اهم استفتاء الان على ما حققه سعيد بعد 4 سنوات من عهدته الرئاسية. نعم، هو أن يصل الشباب للتعبير على الوضع الاجتماعي الذي وصلته تونس من خلال يعني مثل هذه الأعمال الفنية، يؤكد ويرسخ ما ذكرناه مرارا من أنه يعني نظام قيس سعيد الشمولي والانقلاب على الشرعية، وهذا الانقلاب الذي قاده قيس سعيد يوم 25 جويلية يعني سوف يؤدي إلى تردي الأوضاع، لأنه فيه غياب لمؤسسات الدولة وتغييب لمؤسسات الممثلة للشعب، واحتكار للسلطة من طرف شخص وحيد يحكم بإرادته دون العودة إلى مؤسسات شرعية، ويعني في النهاية نصل إلى هذا الوضع الاجتماعي الذي يؤدي بالشباب أن يصرخ صرخة يعني غضب نتيجة لهذه السياسات القائمة على شعارات شعبوية وليست قائمة على سياسات اقتصادية واضحة تؤدي إلى نتائج تنموية يمكن أن يكون لها مردود على وضعية البطالة وعلى الوضعية الاجتماعية التي يعيشها التونسيون، ولكن الخطابات الشعبوية لا تؤدي في النهاية إلا إلى مزيد من المآسي ومزيد من يعني التردي الاجتماعي، واليوم
مؤسسات المالية الدولية يعني لا تساعد تونس في بالقروض، لأنه يعني هناك وضع في تونس غير مشجع، ليس هناك استقرار اجتماعي، ليس هناك استقرار سياسي، هناك أوضاع يعني مهددة بالإفلاس والانهيار. إذا هذا هو المآل والنتيجة للانقلاب، وهذا هو المآل والنتيجة للسياسات الشعبوية والسياسات القائمة على الشعارات الفضفاضة التي لا معنى لها. لذلك يعني للأسف الشديد قيس سعيد ماضي بتونس إلى مأزق حقيقي، والدول الأوروبية التي هي تهرول لتونس لإنقاذها تدرك جيدا أن الوضع يعني مقبل على الانهيار ومقبل على الإفلاس، وكل هذه المؤشرات تقول بأنه يعني الأوضاع آيلة إلى الانهيار والآيلة إلى يعني انفجار اجتماعي لا سمح الله، يعني سوف يؤدي بمأزق حقيقي لنظام قيس سعيد. قيس سعيد أقام شرعيته وانقلابه على سردية تقوم على أنه يعني فشل المؤسسات الشرعية بما فيها البرلمان وبما فيها الحكومة، فشلها في مواجهة التحديات وخاصة تحدي الكورونا في ذلك الوقت. ولكن هذه التسريبات التي يعني عبرت عنها رئيسة الديوان تكشف بالمكشوف ما ذكرناه سابقا وما ذكره العديد يعني من المعارضين السياسيين، من أنه قيس سعيد كان ساهم في تعطيل يعني قبول المنح القادمة من الدول الشقيقة والصديقة، خاصة بالنسبة لتلقيح ضد الكورونا، وبالتالي ساهم في وفاة حوالي 20,000 تونسي بمرض الكورونا نتيجة لهذه القرارات التي يهدف منها قيس سعيد إلى مصلحته الشخصية بغض النظر عن المآسي التي يؤول إليها وضع البلاد. إذن الاتجاه الرئيسي لقيس سعيد هو ضمان مصالحه وضمان موقعه في السلطة، وهذه الاتفاقيات التي يسعى إليها مع يعني الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن انعكاساتها على البلاد وعلى مستقبل البلاد، هو لا ينظر إلا إلى مصلحته وتواجده في السلطة ومستقبله السياسي، وللأسف الشديد حتى مستقبله السياسي غير مضمون في ظل هذه السياسات الشعبوية التي تؤدي إلى يعني انهيار الوضع في البلاد ومزيد تأزم الأوضاع في البلاد. نعم سي مراد، موقف المعارضة واضح من مشروع هذا سموه فيها الشراكة الشاملة، حزمة الشراكة الشاملة مع أوروبا. اتحاد الشغل السيد سمير الشوفي الأمين عام المساعد قال إن اتحاد الشغل ليس ضد اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكن أنا نشوف في الأسفل يقول كونه المشكل وين؟ الإشكال يكمن في أن ما يفصح عنه رئيس الدولة نجد نقيضه على مستوى الحكومة. كلام كما هذا مسي شوفي لو أفصح أو لكانت له جرأة أكثر، هو نفس الكلام تاع كنا نسمعوا فيه في الراب البلا بلا، أليس كذلك سي مراد؟ والله ليس الأمر بغريب معناه باعتبار ما أتاه، لأنه معروف أنه ثم مؤسسات وثم شخصيات يعني اشتهرت بنفاقها الاجتماعي، ونفاق الاجتماعي مش مشكلة، ما بنفاقها السياسي. اليوم كتقول ناس تتحدث بالطريقة هذه، نعرف قبل بضعة أشهر كان صوتها عاليا، وقبل ربما أعوام كان يعني صوتها بلغ عنان السماء، توا ماشية تخفت. معناها أنا رغم اللي نتابع الشأن السياسي أصل الخبر هذا لم أره، معناها لأنه لم يعد خبرا أولا، ما عادش خبر عاجل ولا كما نشر الجوية معناها في طقس صيفي عادي ما فيه حتى شيء. إذا في رأيي الاهتمام بما آل إليه الاتحاد والحديث عنه، أنا شخصيا قلت عنه ما يمكن أن أقوله أكثر حتى من الانقلاب، وبالتالي نعتبر الاتحاد دخل في مرحلة متاع هاوية، دخل في مرحلة فقد المصداقية متاعه، حتى مقطع نظر على المصداقية السياسية، المصداقية مع قواعده، والعديد من الناس وقفت على شيء هذا وتأكدت منه. بالتالي وهذا مش يهم الاتحاد بركة، راهو أنا في تقديري أنه البلاد بصفة عامة حاليا لم يعد يمكن إنقاذها. والله لو
خرج الان قيس سعيد وقال يا اخوي سامحوني باش خليكم البلاد وكونوا لها احسن ما فما من المسيرين في العالم مش في تونس. نعم. لعبت منها قائمة لان المسار اللي مشينا فيه لم نحسن حمايته لا شعبا ولا معارضه ولا وخاصه انه خب معناها خاطر الشعب تو ماهوش دور ما نطالبوش باش يحمي ثوره. نعم. الا ما يرانا تعيش وهذا عادي جدا ولكن في نتمر من ادى الى الانقلاب المعارضات الموجوده في البرلمان واللي تدعي انها هي لحمايه الثوره واللي كانت التي اتت بالثوره وغيرها هي نفسها التي دمرت المسار. بالتالي النخب هي دمرت المسار معناها يعني قرون التالي. اذا البلاد اليوم راهي هذا راي الخاص معناها هناك اثمان ستدفع من ثروات البلاد من ثروتها البشرية ستدفع ربما حتى من حدودها الجغرافية ستدفع من قواتها ستدفع من كل شيء لأنه المنطق بتاع القوانين الاجتماعية والتاريخية هو منطق قائم على نوع من الرؤية الرياضية ما هوش معناها لعبة هكاك والله صار معناتها فجأة تتحسن لو ضاع ما تحسنش لو ضاع لو ضاع إلى كانت الأمور عميقة جدا والخراب مستشري في النخب وفي المؤسسات اللي المفروض أنها تحمي وفي السياسيين المفروض انهم ما يهتموش بمصالحهم الذاتيه وطبعا في القوات الصلبه اللي همها. لكن علاش يا دكتور مراد ما ثمش مسحه امل؟ هاو اليوم السيده بودن اسمح لي لانه الوقت ضيق برشا. هاو بودن اليوم من جنيف هنشوفوا ثم شمس فهم وثم الطاب اذا كان اعتقد ثم ناخذ الطاب افضل مؤتمر تحت التجاره والتنميه يؤكد به الطاب هاو هنا في الطاب بودن تعلن خلال قمة عالم العمل بجنيف عن إطلاق صندوق التشغيل والشباب لتمويل مشاريع التمكين الاقتصادي ودعم رد الأعمال. احنا صندوق 25 جيت هذا ما يعطيش الأمل؟ سي مراد استمع ولا سي مراد سامحني هذيك باش تقول عليها كما قال الطبوبي بتاع الاتحاد ذاك العام قال والله مسكينه ما يخلي ندخلها هي في السياسه في الواحد معناها نعرفوها نتاع تصاور نحن نتاع ما شاء الله يس في البركة معناها باش تولي تحدث على معناها هي لا تحترم من محيطها القريب منها مؤسساتيا وحتى ذاتيا ثم عمرنا ما ريناها خذت قرار او تكلمت لم نسمع صوتها اصلا بالتالي مش اليوم باش نجي وناخذوا نعم. ربما تحصلت على وعود شفافية هذاك من باب النفاق الاجتماعي والاتيكات كما يسميوها معنا اي والله تو نعاونوكم برا عرس تو نعاونوك هذه هي اللغة نعم عذرني سي علي منها. نعم في اخر من دقيقة سي علي من الحديث عن اموال الاموال سي علي إيه؟ واسترجاع الاموال المنهوبه وصناعه الثروه وصعود الشيخ رجعنا للصناديق رجعنا لخط الصندوق فنعم الصندوق بتاع تشغيل دقيقة فقط. يعني هو عاد إلى وراء الوراء وعد التونسيين بأنه يعني لا عودة إلى الوراء ولكن يا ريت عاد إلى الوراء يعني ما كان يعيشه التونسيون على الأقل من نتائج خاصة اقتصادية لكن للأسف الشديد يعني عاد إلى الوراء الوراء كل ما على المستوى السياسي عاد بنا إلى الحكم الفردي على المستوى الاقتصادي عاد إلى هذه فكرة الصناديق بدل من عودة المليارات يعني من الأموال المنهوبة والأموال يعني رؤوس الأموال يعني التي أخذت من البنوك يعني أيضا بالنسبة للأموال التي يزعم بأن المعارضين السياسيين أو على الأقل الذين استلموا السلطة يعني نهبوها ولكن كل هذا الهراء يعني لم اكتشف التونسيون أنه مجرد خطابات يعني لا أثر لها ولا نتيجة لها وعاد قيس سعيد على المستوى يعني نعم. الحديث على الأموال للبحث على صناديق للدعم وصناديق وهذه فكرة قديمة عاد بها قيس سعيد كما ذكرنا إلى وراء الوراء. أنا يعني استمعت إلى إحدى المواطنات في الفيديو السابق تتحدث على قيس سعيد تقول أنه يجب أن يفيق على وضعه امرأة بسيطة يعني بحدسها التلقائي الفطري اكتشفت أن قيس سعيد يجب أن يفيق على وضعه يجب أن ينتبه إلى نعم. وضعه هذا يعني أن وضعه يعني ساير إلى مآلاته الطبيعية لكل حكم فردي شمولي انقلابي.
والأهم أن يفيق الشعب أهم من الحكومة لمطالبة بحقوقه المشروعة ويطالب بها سلميا. طبعا سيد عبد العفو الدبلوماسي السابق ودكتور مراد العقوبي أستاذ التاريخ بالجامعة التونسية كنتما ضيفي من لندن وتونس، وكنتم مشاهدينا متابعينا في حصاد 24. نلتقي إن شاء الله غدا بداية من الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس. في أمان الله.